ول 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 يا ناس يا عسل انت يا مغاربه يا طيبين الاسمريكا وصل التجتوج ابو كرش العسل وصل احلى تحيه لكم من الامارات الحبيبه ولاهالينا في المغرب وان شاء الله تكونوا طيبين وكويسين وزينين وقاعدين في البيوت ومستنيين ومسنترين ومستنيين دعوه بزاف يا ناس التخين وصل انتوا زيكم الغزال ديالكم وصل طيبين وكويسين هبا دعوة بالزاف شو هي؟ دعوة بالزاف بيمشي تكتوج في كل المطاعم على مستوى المغرب لطنجة بمراكش بالرباط وين ما يكون إن شاء الله وين ما يكون في وجدة حروح أكل عنده ودلع نفسي وعبي ثلاجتي وبرادي وإنتوا من عندكم يا جمهور تعرفوا كم الفاتورة اللي بيعرف الفاتورة أو أقرب شخص للفاتورة هو اللي بيربح معانا اليوم وإن شاء الله اليوم في مفاجأة الفاتورة بالضبط إذا جبتها بتربح معانا قيمة الفاتورة كاش فلوس اللي عايزينه يا مشاهدين انتوا خليكم دايما معانا مستعدين نحن مشينا لمجموعة مطاعم كثيرة جدا على مستوى المملكة المغربية ان شاء الله تعجبكم اكلاتنا وان شاء الله يعجبكم برنامجكم مع تجتوج وخليكم طيبين بس قبل بداية الحلقة جاتنا عندنا مفاجأة حلوة جدا بمناسبة عيد الاضحى المبارك قريبا ان شاء الله بعد يومين طبعا قبل العيد دايما في كعك وقبل العيد حنقول في لحم في لحم وفي هوبر الهوبر اللي جاتنا تعليمات من سعادة السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة للإعلام الأستاذ مكي عبد الله الليلة قال بمناسبة العيد والحجاج ما شاء الله عليهم في بيت الله الحرام وباقي كم يوم وليكم انتوا كمان عشان تفرحوا في بيوتكم لكل مشاهدينا في المغرب الليلة الجائزة اللي حتكون كاش دراهم حنعملها دولارات وحنزيدها يمكن 100 دولار ويمكن 200 دولار ويمكن 300 دولار ويمكن 400 دولار وحوقف على 500 عشان ما تفنش الله عليكم يا مشاهدين يا عسل اول اتصال لحلقتنا اليوم بس قبل الاتصال عايزين تعرفوا وين تجتوج راح وين اكل وين عبى ثلاجته يلا يا شباب انا وانتو خلينا جاهزين ونوري المشاهدين وين مشيت اكلت انا واسم المطعم شو وين مكانه جاهزين يا مشاهدين ريدي يا علوش يا مشورب يلا يا همام بوكا دي لوبا يا ولدين شايفين ده البوكا دي لوبا ده هاكل بحب ثلاجتي وامشي يا حلوين انتو مشاهدين اوبا يا سلام سلم مرحبا يا زين كيف حالك تمام اوكي هتخليني اضبط هنا جيب لي المنيو عشان اقدر اشوفه ايوه اوه وصل صديقي يا زين يا سلام بوكا ها بوكا دي لوبا يا سلام سلم هذه مظبوط شايفين بس السعر مش هقول لكم يا سلام يا سلام يا زين انا اخترت تمام عندي هنعبي وصلنا يا حبيبي يا ياسين اديله ايه الحلاوه دي يا سلام سلم اوه اديني ميه طبعا ياسين اديني ميه عشان اهضم فيها من وين باكلها دي افتح دي الله شايفين بوكا دي لوبا اديله على البوكا دي لوبا والاكلات الجميله اهو شوفوا شغال انا انا حاطين الستيك بعدين
وصل 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 الطري وصل. يا سلام عليك انت يا جميل، سيبه لي اديهولي، ده بتاعي ده. ابتدت المباراة. غمزتها. موكا دي لوبا، دي لوبا يا دي لوبا، ودي له أحلى من اللولي بوبا. يعني على البطاطا، بطاطا بيوري ولا شو؟ الله، بطاطا حلوة، بطاطا لذيذة، أكلة جميلة ودلع. بالشوكة وبالمعلقة وبالسكين وحبي وحدلع انتو يا مشاهدين، خليكم جاهزين على الحاجات الحلوة دي. يلوبا، أيوة. والله فيها طعم قرفة رهيبة. بوكا دي لوبا بتتكلم والاسمريكا بتألم. وين الفاتورة؟ خش علي يا سيدي. يا سلام عليك يا ياسين، شكرا جزيلا. واشوف هوبا اشوف. اوه والله حلوة. كم؟ ها؟ أنا وأنت يا مشاهدين أكلت وعبيت في دلوبة هنا وتلتوج عبة تلاشته، أنا وأنتو كم الفاتورة؟ باي باي بوكا دي لوبا، بوكا دي لوبا. شفتوا مطعم بوكا دي لوبا؟ قالوا يعني اسمه فك الذيب. اوه، وهم اسود الاطلس. وشفتوا اللحمه؟ علموا السوداني تشتوج اللحمه. شفتوا الستيك في البوكا دي لوبا، المطعم الفنان الجميل ده؟ اكلته وعبيت الثلاجه، كان في ستارتر جميل، وفي الستيك الحلو بالبيبر هذا الجميل اللي ضربت انا، وكان في التحليه. كم طلعت عليه الفاتوره؟ ما تنسوا الفاتوره دائما. ها قولوا لي الاسعار، اللي بيجيب السعر المضبوط هو اللي بيربح معانا. اليوم في جائزه قويه جدا من السيد الرئيس التنفيذي، الله يطول لنا بعمره، شكرا وكتر خيره، ادانا جائزه حلوه جدا ورفع من معنوياتنا، وانتم تستاهلوا كل خير يا مشاهدين. جاهزين انتم يا مغاربه؟ جاهزين يا ناس؟ احلى تحيه للامه العربيه الدنيا. اول الو لحلقتنا اليوم، ومين معانا على الهواء مباشره؟ الو الو، ازيكم؟ كيف انك؟ الو الو، مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا، نورك يا اختي، ولع الكهرباء. كيف حالك؟ منيحه، كيفك انت؟ بالله انا شكلي في التلفزيون حلو اجنن ولا لا؟ وصلنا لك يا تشوز، غمت علينا كثير. الله، والله انت وانا اللي اشتقت لكم، والله يحييكم، وهلا بالاخوات الطيبين وهلا بالزينين. ها قولي لي يا اختي الحبيبه، تعرف على اسمك؟ انا سناء من مدينه مكناس. سناء من مكناس، احلى تحيه لاهالينا بمكناس ولاختي سناء. سناء شوفي شوفي تكتوش شو اكل، شوفي تكتوش شو عبه ثلاجته. وي 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 وي، دعوه بالزاف. الله يا سناء، انت اكلت كثير. والله اكلت شوي، انا بس انا بخاف يصيبوني بالعين يا اختي، والله العظيم باكل شوي شوي عشان ما حد يديني بوب بوب بوب. قولي لي يا سناء يا اختي، كم طلعت الفاتوره؟ واليوم في جائزه قويه. انا بقول 155 درهم. يعني يا بنتي زيدي شويه يا اختي، مطعم قوي هذا، مطعم فنان يا اختي سناء. والله شوفي قولي، انا مش حقدر اغشش على الهواء ولا حيودوني فيه، قاعدين لنا نحن في مدراء كبار. قولي يلا 200 درهم. 250 درهم. يا سلام عليك يا اخت سناء، وشكرا جزيلا لك، ويا عيني على تشتوج وعلى الاكله الجميله اللي طلع معانا. كانت معانا السنيوره والسندريلا اختنا سناء من مكناس، تحيه لها قويه جدا، وقالت 200، يمكن تكون اكثر. اتصال جديد، الاتصالات شعللت يا مشورب. الو الو الو، ولا ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا اختي؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا تمام. لوني شو انت، ابيض ولا اسمريكا ولا شوكولاته؟ احمر.
اسمر عبر واسمر زي القمر. نتعرف على اختك، نتعرف على الاسم يا اخت. بسمة من مدينة الدار البيضاء. مين؟ بسمة من مدينة الدار البيضاء. من الدار البيضاء، من كازابلانكا والقلوب البيضاء. مرحبتين يا اخت اسمى، حياك. يلا بكا دي لوبا، شوفي تكتوش شو اكلوا عبة اللايتو في اه يا ودي اسمر انت. وي 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 عجبتني الاكلة، حلوة تجنن. قولي يا اختي كم طلعت عليه الفاتورة؟ كم الفاتورة؟ 300 درهم. ان شاء الله اجابتك تكون اقرب للصحيحة، وان شاء الله يا رب تربح معانا لاخر الحلقة اليوم في دولارات. انا سمعت اليوم من السيد الرئيس التنفيذي مكة عبد الله، الله يطول لنا بعمره وشكرا جزيلا له، وهو ادانا حيوية اكثر قبل العيد والعيدية في دولار 100 طنطح 100، حقول لكم في اخر الحلقة كم. الو جديد يا انتو يا ناس يا عسل. اخ 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 اخ، تعالوا انا وانتو خلونا اذكر. وي شوفوا تكتوش شو اكل في الديلوبا. ول ول يا زوداني، هاي داير شنو؟ اديني كمونية. خرفان العيد وصلت، الخرفان الجميلة بعيد الاضحى. الو ورايا بشورب، تحية لزميلتنا هدى الليلة ما شاء الله عليها مشعللة معانا شعللة، ويا سلام يا هدهود. الو الو، السلام عليكم. اس السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ كيفك؟ تمام انا كويس. مين معاي؟ معك حنان. من وين يا اخت حنان تكلمينا؟ ولاد فرنسا. يا مرحبا يا اخت حنان، شايفاني كويس انا؟ انقطع الرقم يا حنان، ولا يهمك، حاولي مرة ثانية واستعدوا مرة ثانية وانا جاهز لكم، انا قاعد لكم يا اخواني يا مغاربة ويا اخواتي. تعالوا شوفوا الودة الاسمريكا شو اكل يا ودي انت يا اسمريكا. اوف بكا دي لوبا. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا اخي، كيف حالك؟ الحمد لله. نتعرف على الاسم. مراد من مكناس. مراد من مكناس، الله مكناس جميلة وزينة. يا الله يا مراد يا صديقي، كيف حالك يا مراد؟ الحمد لله، كيف حالك انت؟ شايف الأسمريكا قدامك يا مراد بنفسجي بالألوان الحلوة الزاهية؟ شايف اللون البنفسجي، شايفه. أيوة يا مراد. زوين. يا الله يا مراد شوفني شو أكلت، أنا في كازابلانكا. أنا قلت 225 درهم. 225 درهما لأخونا مراد من مكناس، إن شاء الله تكون من الرابحين والفائزين اليوم، وما زلنا مستمرين مع أحبائنا المشاهدين وكل الناس الطيبين لكم من الإمارات الحبيبة وبزاف بزاف. شوفوها حبوها كلموها. في اتصال يا مستر علام شورة، قطع اتصال وحناخد اتصالات جديدة، وأنا معاكم مستمر لمشاهدينا الأعزاء. والله الله 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 عليك يا ودي أسمر، الأكلات عندكم جميلة، الموسم طبعا انتهى. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. صوت التلفزيون عالي كتير، نتعرف على الاسم. كريمة من قزم صالح. كريمة من وين؟ قزم صالح. يا مرحبتين فيك يا أخت كريمة. ها شفتيني أنا كويس؟ شفتي تكتوج؟ شفتك. شوفت شوف الاكل. الله 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 الله، شوف ابو رنيطه يا اسمر يا سوداني انت يا ود يا تخين. ول 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 ول، قولي 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 يا اختي. 200 درهم. 200 درهم. 200 درهم بس. و300. وكم؟ و315 درهم. يا عمي خليكي ثبتي على معروف 200 وكم، ولا يهمك انقطع الاتصال. أنا إحنا مستمرين معاكم وألو جديد ومشورب وراي ورا بعض، اتصال جديد، الاتصالات ولعت يا جمهور. ودي قديك 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 بالدولار بالدولار بالدولار، الحلقة أخلتها إحنا حنقول بالدراهم كم طلعت الفاتورة، بس حنقلبها إن شاء الله الدولارات، كم الدولارات المفاجئة آخر الحلقة. والله عشان العيد والعيدية، في عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة وعلى كل الناس الزينين والطيبين. نحن مستعدين معاكم دائما، الأكلات الحلوة الجميلة على كل المغرب مستوى ما شاء الله، الطواجين. ألو ألو، إزيكم؟ ألو، كيف الحال؟ كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله، كيفك أنت أخي؟ نتعرف على الاسم عشان نسجلك. الإله من قطر.
مين؟ عبد الإله من قطر. عبد الإله من قطر الحبيبة. أوه جيراننا أنتوا هنا يا عبد الإله، كيف حالك يا عبد الإله؟ الحمد لله أخي كيف حالك؟ تمام يا عبد الإله؟ كله تمام. إن شاء الله من الفايزين يا عبد الإله، أنت متابع قناة بزاف يا عبد الإله ما شاء الله عليك؟ نعم كثير. أوه قناة حلوة؟ كثير. شبابية يا أخي وأغاني وحاجات حلوة وفرفشة خفيفة وجميلة وإنترتينمنت جميل ودلعكم دلع، وأهم حاجة فيه أكل عبي الثلاجة شوفوا. وي 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 كده كده يا حتو عبي ودلعني أي 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 والظابط جاي. وأنا مستمر معاكم يا مشاهدينا أنتوا يا طيبين يا زينين. هوب أديكم واحدة هبي يا مشورب. هوب تريتيتيت أنا شغال لكم. هوب هوب عبد الإله. نعم أنت معاي، كم الفاتورة قلت يا عبد الإله؟ 300 درهم. 300 درهم ان شاء الله هتكون من نصيبك يا عبد الاله. ودي لوبا ده حاجه فنانه، دي لوبا فك الذيب، ان شاء الله تكون من نصيبك. اهلا وسهلا، تحيه لاخونا عبد الاله كان من قطر الحبيبه ومن كل الدول العربيه والاسلاميه، احنا مستعدين. تحيه. الو 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 ولا يهمكم اعصابك يا جميل يا ودي يا سمريكا. الله الله. الو جديد يا مشاهدين. Good evening. Hello. Hello يا أخي. Hello. السلام عليكم. Hello. مرحبا يا أخت. مرحبا بديت أعرف المسابقة. يا مرحبا يا مرحبا، نتعرف على الاسم. أنا حنان من المغرب. حنان من المغرب. المغرب ما شاء الله بلد كبيرة، من وجدة لطنجة لوين، من أي بلد؟ أي مدينة من المغرب؟ بن ملال. والله بن ملال لما تطلع من مراكش ولا تطلع من إغليمة التفاح وتفلت وانت ماشي على إفران. كم الفاتورة؟ قولي يا حنان يا حنة يا زهور في جنة يا أختي. 400 درهم. 400 درهم. والله الله 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 والله حنان يا حنة ما شاء الله عليك، فلوسك كتير اليوم، عايزة دولارات يا حنانكو. شايفاني يا أخت حنان؟ نعم. شايفاني انت على التلفزيون الحين؟ ايه شايفاك. انا ايش لابس؟ لابس الموف. لابس الموف. الموف جميل زي العنب عندكم اليومين دي، وعندكم حاجة طالعة يا لطيف انا شفتها في المغرب اللي هو الرمان احمر على بينكي بينكي. مظبوط مظبوط الرمان الدليح راح وجل العنب. ايه صح والله انا بحب. يو دلعوني حنان. شكرا جزيلا لك ولاتصالك وكتر خيرك يا حنان، وان شاء الله تكوني من الفايزين معنا في حلقتنا اليوم وتستلمي الدولارات. انا وانت يا مشاهدين كده ولا كده، ما في فاصل خفيف جدا ونرجع لكم مره ثانيه. خليكم معي يا احلى مشاهدي قناه بزاف. اوبا وي هوب ايوه يا مشاهدين. هوب هوب بوب 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 يا لطيف. الله الله الله، عدنا والعود احمد ومعاكم دعوه بزاف من تلفزيون بزاف. بزاف انتوا طيبين، بزاف انتوا زينين، وينكم يا متصلين وينكم يا مشاهدين؟ معاكم الاسمريكا تجدوج الغزال ديالكم. الو جديد يا ناس. الو عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي واللي في جيبك. أنا عبلة من أقادير. من أقادير، يا سلام، كيف أحوالك يا أختي؟ تمام؟ والله تمام الحمد لله. ها بتحبوا بزاف تلفزيون زوين؟ أوه الله الله ولا يهمكم. اتصال جديد. ألو 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 مين؟ ألو أيوة السلام عليكم سامعك. عليكم السلام يا أستاذ تاج. اسمعني من التليفونين يا أستاذ يا عسل، نتعرف على الاسم. معك أستاذ محمد كركاس. يا ولدي يا محمد كركاس، يا مرحبا يا مرحبا، نورك ولع على الكهرباء. كركاس بتحب التلفزيون وبتحب بالزاف؟ أنا أحب التلفزيون والإذاعة والناس اللي فيها. مبسوط منهم كويسين يا كركاس؟
مبسوطين بزاف يا استاذ. يا سلام عليك، انت اللي استاذ يا كركاس، وتحيه لك من ايات كركاس. شفت تكتوج راح اكل وين وعبت اللايت وين؟ شوف شوف يا كركاس، والله على كركاس يا ود يا شيف يا محمد كركاس. شوف الود الاسمر، ول 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 ول. كركاس انت من اي بلد؟ من اي بلد في المغرب؟ انا من ورزات. ورزات، الله، بتطلع بالجبال وبتعدي على تيشكا، ومن تيشكا تدلي، ومن تدلي ما عارف وين. يا لطيف، قول لي يا كركاس، كم طلعت الفاتورة على أخوك السمين تجتوج؟ كم يا كركوسكي؟ يلا 2500 مئتين يا كركاس، احكيني. شوف أنا عارف أنت، لحظة، يعني 250 ولا 255 ولا 300 ولا 400؟ ما هذه كده بتحكيني كده، مش بالألوفات والسنتيمو. قول 300. 300 ان شاء الله يا كركاس، اجابتك تكون صحيحه وتكون نصيبك الدولارات. وشكرا جزيلا لك ولاتصالك، واحلى تحيه من تجتوج لكركاس. الو جديد يا ناس، يا عسل، الود الدبدوب وصل. الو الو، ولا ايوه، ازيك يا اختي، كيف الحال؟ بخير، كيفك انت؟ اسمعيني بالتليفون، اسمعيني بالتليفون. ايوه انا بخير. اه شو اسمك؟ اسميتك شو اسميتك؟ مش في كيفك يا هدى، قولي لي يا هدى قاعده انت. ها؟ نصر حوريه من مكناس. من مكناس، كديره، شو اخبارك يا ليلى؟ بخير. يا تمام، شايفاني انا؟ ايوه ايوه. لوني ابيض ولا اسمر ولا اخضر ولا اصفر؟ اسمر. اسمر عبر، واسمر زي القمر، واسمر اسمريكا. 275. 275، وإن شاء الله تكون الإجابة من نصيبك صحيحة، وتقبضي بعدين بالكاش بالدولار. تحية لك يا أختي، مستمرين معاكم، ويا ناس يا عسل، والكتموت وصل، وآه آه يا قلبي. يلا يا مشاورب يا أستاذ يا كبير، اديني ألو. ألو أنا قلت ألو. ألو ألو، مرحبا يا أخوي، كيف الحال؟ الحمد لله بخير وعلى خير. تحياتي لكل المغاربة وأسود الأطلس والطيبين. نتعرف على اسميتك يا أخوي. أكرم رشيد من مراكش. مراكشي، مراكشي، ما شاء الله على مراكش الحبيبة والطيبة والزينة. المراكش كل تحية لأهالينا بمراكش. يلا قول لي، ها عندكم مشهورين أنتم بالأكلة المراكشية الطنجية، ها مع تجتوج، كم طلعت الفاتورة وذكرني باسمك؟ مكرم رشيد، الفاتورة 250 درهم. 250 درهم، زيد شوية يا رجال، كركاس قال 300 وشوية ولا قال 300، زيد اديني كمان في العضل شوية عشان تكسبوا في دولارات. اخر الحلقة مفاجأة من السيد الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ مكي عبد الله، مدلعنا بالدولارات بمناسبة العيد وقدوم عيد الأضحى المبارك، وحجة مبرورة وسعيا مشكورا لكل حجاج بيت الله الحرام. ألو جديد. ألو، ازيكم، كيف الحال يا اخي؟ الو 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 الو، الاتصالات ما شاء الله مكبزة. الاخت ما شاء الله عليها، الزميلة هدهود بتساعدنا، والاستاذ علام شورب وهمام شغالين. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا اخي؟ الحمد لله. نتعرف على الاسم لو سمحت، اسميتك شو اسميتك؟ نور الدين من الجزائر العاصمة. مرحبا بالأسود، نور الدين من العاصمة الرباط؟ لا، العاصمة من الجزائر. الجزائرية. من الجزائر. أيوة. جيراننا، انتو جيراننا وحبايبنا. يا مرحبا يا مرحبا يا نور الدين، قول لي يا اخي، تفضل. أيوة. يا اخي الكريم، كم الفاتورة؟ 360 دينار. ان شاء الله تكون من نصيبك يا نور الدين، حياك يا اخي نور الدين، وهلا بيك هلا. يا سلام، سلم. شوفوا والله ما شاء الله، علي مشورب قطع نفسي المخرج، يا استاذ علام شورب المايسترو بتاعنا، كل شويه اتصال جديد اتصال جديد، عايز ادلع. الو الو الو، السلام عليكم. الو وي، مرحبا وي، شو الاسم؟ شو اسميتك؟ عزيز من سلاخ. من وين تكلمنا يا عزيز يا اخوي؟ من سلاخ. من السلاع، اوه من السلاع. هلو. طارق طريق فاس، هلا 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 يا اخوي عزيز. صافا يا عزيز، بخير؟ نعم صافا بخير، اعرف اتكلم انا فرنسي؟ الحمد لله الحمد لله. شوف لحظه لحظه لحظه،
انا عايز اكلمك، انت قلت الحمد لله. انا سوداني بس انا، انتوا المغاربه ما شاء الله شاطرين بالفرنسي، انا شاطر بالانجليزي شويه بس راح اتكلم فرنسي. قول لي غلط ولا صح. نعم. انا مثلا كمان تابلت يو. نعم. انا كمان تابلت يو. كمان تو تابل يا هدى، انت بتعلميني غلط. كمان تابلت يو جو مابيل تشتوج تيو ما فيش. طيب اوكي، جو مابيل عزيز. جو مابيل، ايوه كده يا اخي يا ولد يا سوداني، بعرف انجليزي والله، بعرف فرنسي. قول لي كم الفاتوره طلعت؟ 770 درهم. ان شاء الله يا اخي تكون اجابتك صحيحه، وان شاء الله تكون الدولارات من نصيبك. 370 770 770. الله اكبر يا اخي، الله، طلعت فوق كثير يا استاذ. شكرا. انزل شويه كثير. 700 ايش لوحدي؟ انا كتبت 700. 450. ايوه كده يا اخي، يمكن حلوه دي. طيب غريب. 450 470. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، حلو كثير، وان شاء الله الفاتوره تكون من نصيبك ونقلبها بالدولار. احلى تحيه لاهالينا بسلا، والله ما شاء الله على المغاربه، من سلا ومن اقادير ومن يلا. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معاي؟ معك فاطمة من المغرب. يا مرحبا يا أخت فاطمة، المغرب كبيرة يا فاطمة، أي بلدة في المغرب، أي مدينة؟ تسلم تسلم، أنا من أقادير. من أقادير، يا سلام يا سلام عليكي. يلا يا أختي، تشتوج الأسمريكا راح أكل في كازابلانكا وعبة اللايتو، بكم طلعت عليه الفاتورة؟ 350. 350 إن شاء الله تكوني، والله ما شاء الله عليك، إن شاء الله يا رب تكوني شاطرة ومعانا وتربحي معانا دولارات. قولي لي أنت، اسمعيني، سمعتني؟ نعم نعم. أنت بتحبوا تلفزيون بزاف؟ آه نعم، بحب القناة ديالكم بزاف تي في. إيش حال من عندك؟ كم عام أنت؟ كم عمرك؟ أنا عمري 21 سنة. إن شاء الله العمر كله. لا 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 لا. شايفاني لوني؟ أي انقطع التليفون. حياك يا أختي ومرحبتين فيك. مسيو المايسترو بتاعنا استاذ علام شورب قال لي اخذ اتصال وسكتم بكتم عشان نقول مين اللي حيكسب. جاهزين؟ اخر واحد انتوا يا مشاهدين. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت مع بزاف ولا تزعلي؟ ليش زعلانه يا اختي؟ انا كنت تابع قناه بزاف دابا. بالله انت بتتابع قناه بزاف دابا؟ اه. وشايفتني الحين؟ آه. طيب كويس، قولي لي انت، نتعرف على اسميتك. انا من مالكة من المغرب. ايه الاسم من المغرب، انت اسمك شو اسميتك؟ مليكة. مليكة مليكة. كم طلعت على تشتوج الفاتورة؟ 355. كم؟ 355 درهم. 355 درهم. وليليليلي والله يا مليكة يا مليكة يا مليكة يا مليكة يا مليكة يا مليكة، ليش قطعتي؟ خلينا نشوف الفاتورة يا مليكة، والله يخليكم. و355 جابتها على الملي، وليليليلي، وختمتها مسك، الله عليك يا مليكة. يا سلام، لما بنطلوني نزل، بنطلوني عليتي يا ودي يا سوداني، مبسوط أنا جابتها الفاتورة مظبوط، ومبروك عليكي 355 دولار. دولار قلبناها دولار، هذه تحيتنا، طلعت لك بدل درهم 355 دولار يا مليكة. وحاولي اتصلي فينا مرة ثانية هلا يا مليكة عشان ناخذ معلوماتك أكثر وتوصلك فلوسك، وهذه هي مصداقية قناة بزاف، يعني مش بنحكي أي كلام، بنعطي الناس حقوقها، الناس تستلم فلوسها. قناة لكل المغاربة ولكل الدول العربية والإسلامية، أحلى تحية لكم. أحلى، خلاص فينيتو لا موزيكا بالطليانو. تحية لكل الشباب اللي ما حييتهم، للمعلم تقي وللأستاذ حفيظ ولكل أحبائي الحلوين، وأحلى تحية لبيكو اللي قاعد بيطلع علينا ولأم خليل ولي مش عارف مين. إلى هنا أحبائي المشاهدين، أنتوا يا ناس يا طيبين، أنتوا يا ناس يا زيدين، تنتهي حلقتكم من برنامجكم دعوة بزاف. إلى أن ألقاكم في حلقات أخرى، أحلى تحية من تشتوج، وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله ألقاكم بعد العيد مباشرة ب
بإذن الله. أحلى تحية من تشتوت ومن أسرة التنفيذ على الهواء بقيادة المايسترو الأستاذ الكبير علاء مشاورب، وتحية لهمام وتحية للزميلة هدى اللي عاملة لي جرجر 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 في ودني. ونبغيكم بزاف ونحبكم بزاف، شوفوها حبوها دلعوها يا أحلى مشاهدين أنتو. يلا